السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ جلسة اليوم من مقهى المعرفة الخاص بمركز كيكس، ومركز كيكس يشير إلى المعرفة والابتكار والتبادل. ويسعدنا اليوم مشاركة من دولتين من دول منطقة سمنة. سمنة هي منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دولتين من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان. والحقيقة قبل ما نبتدي نتكلم عن المداخلتين، هنبدأ الأول بجولة من التعارف من المشاركين. ويعني طبعا المقهى هو مساحة غير رسمية لتبادل الأفكار وتبادل المعلومات، وبالتالي مهم جدا أن يتم التعارف على الأعضاء من الدول الشريكة والتعاون فيما بعد فيما يخص مجالات تطوير التعليم وتطوير السياسات التعليمية في مختلف الدول. نبدأ بجولة التعارف حسب ظهور الأعضاء على القائمة. هنبدأ بالدكتورة سميرة أحسن. دكتورة سميرة، من فضلك عرفي نفسك. Sorry, I didn't get that. Is it like translation is دكتور سميرة, you can join the English channel from the interpretation. أنا في القناة اللغة العربية بس سامعة إنجليزي. سوف نبدأ الآن بجولة التعارف. أرحب بحضراتكم جميعا في مقهى المعرفة، الجلسة الخاصة بشهر مايو 2024. والأول أحب أؤكد أن هناك الترجمة إلى اللغة العربية واللغة الإنجليزية، فبرجاء الذهاب إلى more، حيث الذهاب إلى interpretation الترجمة، ثم اختيار القناة المفضلة لديكم إذا كانت اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. ولو وسوف نبدأ الآن بجولة التعارف حسب قائمة المشاركين الظاهرة على الشاشة. نبدأ بالأستاذة رغد عصام الراشدان. نرجو تعريف حضرتك، ويا ريت إذا أمكن فتح الكاميرا عشان نتعرف على الوجوه. تفضلي أستاذة رغدة. بالضبط معي. أيوة إحنا سامعينك، تفضلي. ألو, السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي عرفي نفسك. معك رغدة الرشدان, معلمة أساسية, معلمة علوم في مدرسة عائشة التيمورية الأساسية الأردن. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيكي. الأستاذة نيفين إسطنبولي. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمي نيفين اسطنبولي, انا بعمل بوظيفه اللي هو منسقه التنميه البشريه في شركه المناهج المتكامله المالكه لمدارس النبراس في دوله الكويت. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك. اهلا بيكي, شكرا. الأستاذة جويس كيريوا. هلو, هلو، جود مورنينج, صباح صباح الخير. الخير. نرجو تعريف حضرتك، عرفي نفسك. أستاذة جويس، نرجو تعريف نفسك. Hello. Hello. Oh, my name is Joyce. I am from in Ghana. It's me, Joyce. Work with the University for Development And I'm Studies in Ghana. In the northern part of Ghana. So that is me. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. عذرا, الصوت يتقطع, لا أسمع السيدة بشكل جيد. الأستاذ أكرم عباس، تفضل. أكرم عباس, ناشونال كوردينيتور اوف كيكس سودان. أهلا وسهلا بيك.
الأستاذة ألفا با. الأستاذة احترام علي موسوي. أستاذة احترام رجاء فتح الميكروفون وتعريف نفسك. الأستاذة فاطمة حماد فريجت. نعم، موجودة موجودة. أنا احترام أستاذة حبيبتي، احترام تفضلي عرفي نفسك تفضلي. حبيبتي احترام علي موسوي من دولة الكويت. أنا معلمة خبير مايكروسوفت، وأنا تشرفت يعني صراحة. أنا دائما أحضر ورشكم ومؤتمراتكم، جدا رائعة، حتى ترى مو باللغة العربية، حتى باللغة الإنجليزية دائما أحضر وأستفيد من ورشكم. يعطيكم شكرا ألف عافية حبيبتي. نورتينا، اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك. العافية، الاستاذه تسلمين فاطمه حبيبتي، حماد منورة فريدة. وجودكم. الله بس يخليك. أستاذة أنا عندي ملاحظة عمري. أستاذة دائما لما أنا أحضر بس ما أحصل على الشهادات، ليش؟ لا الشهادات بتبقى لبعض يعني قبل الدكتورات، كنت أحضر. الشهادات أي نعم، بتبقى لبعض الدورات اللي هي بتكون ليها علاقة ببناء القدرات والتدريب، لكن مقاهي المعرفة ليس لها شهادات للأسف. تمام. يعطيك العافية مرحب حبيبتي. دايما بيكي، أهلا وسهلا. الأستاذ ليث الجمال. السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. دكتور ليث الجمال، دكتوراه لينغويستكس، مدير مدرسة ثانوية، وصاحب ومدير عام مركز تدريبي واستشارات تدريب تنمية مهارات بشرية وتدريب قادة وتنمية مهارات معايير معلمين واستراتيجيات حديثة في التدريس. أهلا وسهلا. دولة الأردن طبعا، الأردن. الأردن. أهلا وسهلا، أهلا بيك، أهلا بيك. الدكتور محمد حامد. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، محمد تفضل. حامد، جمهورية مصر العربية، استشاري تدريب قرب. شرفنا نكون موجود معاكم النهارده إن شاء الله. أهلا بحضرتك. دولة جمهورية مصر العربية دكتور. أهلا بحضرتك، أهلا مصر. أهلا أهلا وسهلا. الأستاذة شذا كولادانكا شاندا، أستاذ شاندا كولا جوندا. Hello, good morning, good afternoon. I am صباح Shanta. الخير، طاب يومكم. أنا شاندا كولا جوندا، وأنا المنسق الوطني للائتلاف لتطوير التعليم سريلانكا. يسرني أن ألقاكم جميعا، شكرا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بتمثيل من سريلانكا. الدكتورة سميرة أحسن. Hello, good afternoon everyone. طاب يومكم جميعا، السلام عليكم. اسمي سميرة أحسن، وأنا أعمل كمنسق وطني لبنغلاديش لمركز كيكس إيماب، وأنا أيضا أستاذ مشارك في كلية التربية والأبحاث في بلادي. شكرا. أهلا بيكي دكتورة سمارة، ودائما مصدر سعادة انضمامك لأنشطة كيكس. الدكتورة روكية أختر. السلام عليكم، good afternoon, good morning. طاب يومكم جميعا، أنا روكية أختر من بنغلاديش، وأنا المدير المنفذ لمركز الأبحاث للتحول الاجتماعي، وانضممت إليكم في عدد من الندوات، وهذه المرة الثانية التي أنضم إليكم في هذا الكافيه، ويسرني فعلا أن أكون معكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة روكية. دكتورة روكية صديقة عزيزة لكيكس منذ بدء عمل كيكس من عدة سنوات، أهلا بيكي. الأستاذة زهيدة بتول. Hello and assalamu alaikum.
عليكم السلام. This is Zahida Batul from زاهدة Pakistan. بتول من باكستان، وأنا أعمل كنائب مدير في كلية ومركز التعليم والأبحاث. شكرا جزيلا، يسرنا أن أكون معكم. أهلا بدكتورة زاهدة، وهي الحقيقة كانت متحدث في أحد فعاليات كيكس ويبينار 19، وكان إسهام قيم جدا في موضوع مرتبط بالنوع الاجتماعي اللي هنناقشه النهاردة في تجربة مصر. الأستاذة ماجدة الحمادي، تفضلي. السلام عليكم. ماجد الحمادي من اليمن، رئيسة شعبة الإحصاء مركز البحوث والتطوير التربوي. اهلا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا دكتوره أهلا بكم. دكتوره ماجده، كمان عضو لجنه التسيير لمشروع كيكس اي ماب في دوله اليمن. او بنرحب بيكي دايما وبالدعم اللي بتقدميه لمشروع كيكس في دوله اليمن. شكرا جزيلا. شكرا. الاستاذه استاو سار، تقريبا الميكروفون غير موصل. الأستاذة سحر وهبة، السلام عليكم، مرحبا جميعا. أهلا وسهلا. أنا من الأردن وأخصائية تربية خاصة وصعوبات تعلم. أهلا بحضرتك وأهلا بجميع الزملاء من الأردن. وفي أخبار جيدة بقرب انضمام الأردن إلى مشروع كيكس بشكل رسمي كدولة من الدول الأعضاء، إن شاء الله عن إن شاء قريب الله نحتفل بهذا الانضمام جميعا، وندعوكم كمتحدثين بإذن الله. شكرا جزيلا. إن شاء الله. شكرا. الأستاذ محمد الحيدر من بنجلاديش، بليز تفضل. محمد الحيدر، محمد حي ديدار from Bangladesh. الأستاذة سماح البواليس، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا فيكي، أنا من الأردن معلمة تاريخ دراسات اجتماعية. أهلا أهلا وسهلا، أهلا فيكي، نورتينا. أنا متابعة لكيكس باستمرار. ده شيء يشرفنا ويسعدنا، وإن شاء الله عن قريب نتعاون في أنشطة في الأردن بإذن الله. إن شاء الله. أهلا فيكي. أهلا بيكي. في رقم موبايل أوبو، فطبعا أنا مش عارفة الاسم، بعتذر إن أنا مش عارفة الاسم لأنه داخل بموبايل، فممكن حضرتك تتفضل تعرف نفسك. أعتقد إن ده يعني نهاية تعريف الضيوف، ونبدأ الآن بتعريف المتحدثين. اليوم لدينا 3 متحدثين أكثر من رائعين. دكتورة مشيرة حسن، دكتورة مشيرة حسن هي مدير عام إدارة التخطيط والسياسات، التخطيط الاستراتيجي والسياسات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر. والدكتورة أميرة فوزي وهي رئيس قسم اللغة الإنجليزية في الإدارة المركزية لتطوير المناهج. وكمان الدكتور أيمن بدري وهو الممثل الوطني لبرنامج التعليم في اليونسكو في السودان. ولدينا 3 مواضيع غاية في الأهمية. الموضوع الأول من جمهورية مصر العربية عن التعليم المستجيب للنوع الاجتماعي في مصر، الفرص والتحديات. والموضوع الثاني عن أزمة التعليم في السودان، ماذا علينا إنقاذه؟ هناك الحقيقة العديد من المبادرات الإيجابية التي تدعونا إلى الكثير من الأمل والاستبشار بالخير للسودان بإذن الله، وأن تنكشف الغمة ويعم السلام بإذن الله. سوف أدعو كل متحدث أن يقوم بتعريف نفسه في بداية العرض قبل أن يبدأ بشكل مفصل أكثر، ثم يبدأ العرض. عندنا 15 دقيقة لكل presentation، لكل عرض.
ثم يليها الأسئلة والاستفسارات والتعليقات القيمة من حضراتكم. سوف نبدأ الآن العرض الخاص بجمهورية مصر العربية، و إن شاء الله عامل بس فول سكرين مود الأول، أعمل زوم شير باوربوينت. رجاء دكتورة مشيرة أو دكتورة أميرة قولي لي بس نكست لما تكون عندكم رغبة إن أنا أروح للشريحة التالية. اتفضلي. دكتورة رشا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة جدا بمشاركتي مع حضراتكم النهاردة، وشكرا جزيلا للدكتورة رشا العزيزة على إتاحتها الفرصة دي ليا إن أنا أشارك مع حضراتكم. وسعيدة ما شاء الله التقديم النفس الأساتذة والدكاترة الأفاضل اللي مشاركين معانا قدموا نفسهم ما شاء الله، مجموعة مختارة متنوعة من الدول الصديقة، إن هم حضورهم معانا ده يشرفنا ويسعدنا. وإن شاء الله بإذن الله يعني العرض يلقى قبول، وأي استفسارات لدى حضراتكم تحبوا إن أنتوا تقولوها نحن تحت أمركم في الإجابة عنها، وربنا يقدرني على ده. وشكرا جزيلا، وإن شاء الله بإذن الله نكون ضيوف خفاف على حضراتكم، والكل يستفيد من، لأن الحقيقة إحنا بنستفيد من بعض ومن والدروس المستفادة من الدول مع بعضها، سواء دول عربية أو دول أجنبية، اللي احنا كلنا بيهمنا مصلحة التعليم والتدريب، وربنا ييسر لنا حالنا جميعا إن شاء الله. اسمحوا لي في الأول إن أنا أرحب بحضراتكم وأرحب بزميلتي العزيزة أستاذة الدكتورة أميرة فوزي، هي هتتناول معايا، هتتقاسمني في البرزنتيشن إن شاء الله في التقديم، فإن شاء الله هنبدأ على خير. البرزنتيشن أو العرض البسيط المقدم بعنوان التعليم المستجيب للنوع، هسلمك دكتورة رشا. التعليم المستجيب للنوع الاجتماعي في مصر، الفرص والتحديات. الأول اسمحوا لي إن أنا أعرض على حضراتكم الرؤية الاستراتيجية للتعليم في جمهورية مصر العربية حتى عام 2030، وفق طبعا الاستراتيجية الوطنية لمصر 2030، تستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 تقديم تعليم وتدريب عالي الجودة للجميع دون تمييز. استأذن حضرتك في الشريحة الثانية دكتورة رشا. تستهدف هذه الرؤية لتقديم تعليم وتدريب عالي جودة للجميع دون تمييز في إطار نظام عادل ومستدام. قادر على التفكير ومتمكن فنيا التعليم يساهم أيضا في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع ومسؤول يقبل التعددية ويحترم الاختلاف ويفخر بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيا مع الكيانات الإقليمية والعالمية. أما رؤية الوزارة في التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليم وتدريب طبعا احنا بنسعى ليه، تعليم وتدريب قائم على الجودة والتميز يرتكز على الاستدامة والإتاحة العادلة لإعداد متعلم قادر على الإبداع والابتكار والتنافسية العالمية. التخطيط الاستراتيجي طبعا ده يعني ده المفهوم، عملية التخطيط الاستراتيجي عملية تشاركية مقصودة تهدف إلى زيادة فاعلية وكفاءة المؤسسة بالتركيز على الأولويات طبعا، ووضع أهداف مستقبلية وترجمتها إلى أنشطة ومهام لتحقيقها في إطار استخدام أمثل للموارد. استأذن حضرتك دكتورة رشا الشريحة الثانية، لأن هي دي اللي عايزة أركز عليها جدا، إن ده المفهوم
جديد للتخطيط الاستراتيجي ونظرية التغيير. أنا هنا في مرحلة التخطيط الاستراتيجي بركز على الآثار الموجودة وليس فقط على البرامج والأنشطة. يعني جرى العرف إن إحنا في التخطيط الاستراتيجي بنركز الأول على المدخلات اللي عندي والأنشطة اللي أنا هعملها عشان المدخلات دي. لا، أنا دلوقتي ببص عيني على الأثر اللي في النهاية، القيمة المضافة اللي هتتحقق نتيجة النتائج طبعا الاستراتيجية، وهي دي الغاية النهائية، الأثر المنشود. وبعد كده ببص عيني على النتائج، يعني أنا بدين من الأثر من النهاية وليس من المدخلات. فدي نظرية التغيير اللي هي أحد وسائل التخطيط الفعالة دلوقتي، وبنبص الأول على الأثر، القيمة المضافة اللي أنا عايزة أحققها، الغاية النهائية، وبعدين بشوف النتائج اللي بتقربنا للغايات دي، والمخرجات وطبعا والأنشطة اللي بتقود للنتائج دي، والأنشطة المطلوب تنفيذها، والموارد اللازمة لتنفيذ هذه الأنشطة اللي هي عن طريق المدخلات. وده الفكر الجديد للتخطيط الاستراتيجي. استاذيك دكتورة رشا، الشريحة الثانية المفهوم طبعا الخطة الاستراتيجية، مفهوم خطة وثيقة بتلخص كيف يمكن أن تتحقق الأهداف اللي بيتم وضعها والمراد الوصول إليها، في والزمن، ووضع جداول بزمن وتوقيتات قابلة للقياس طبعا، وهي أهداف بعيدة المدى. نيجي مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية اللي مرت على الوزارة وهي بتحط خطتها. بدأت بالمرحلة الأولانية، الإعداد لبناء الخطة الاستراتيجية، مراجعة تحديد الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية، تحليل الموقف الحالي وتحديد نقاط التركيز الاستراتيجي، بناء الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات القياس، تحديد وتفصيل البرامج، خلق المتابعة طبعا والترابط بين الوحدات الفرعية وبين الأهداف الاستراتيجية، والمرحلة السابعة اللي هي إعداد موازنة البرامج والأداء، ودي هنتعرف عليها إن شاء الله أثناء العرض. التخطيط الاستراتيجي، استاذنك دكتوره رشا الشريحه الاخرى. دكتوره رشا، التخطيط الاستراتيجي ومراعاه النوع الاجتماعي والمساواه بين الجنسين وتكافؤ الفرص. في هذه الشريحه ايه اللي حصل؟ احنا عشان واحنا اثناء بنحط الخطه الاستراتيجيه للتعليم، عملنا ضمنا من مراعاه النوع الاجتماعي والمساواه بين الجنسين وتكافؤ الفرص في كافه عمليه التخطيط. تم تلافي ان فتحنا الموضوع لمشاركه فعاله للنساء والرجال على حد سواء في جميع مراحل اعداد الخطه اللي هي السبعه اللي اتعرفنا عليها في الشريحه السابقه. تم مشاركه كل النساء والرجال وفرق في فرق، وتم مشاركه فرق عمل ميكس ما بين الاثنين في كافه عمليه جمع البيانات، تحليل البيانات، واحنا بنعمل تحليل الوضع الراهن، ومراعاة طبعا ان متطلبات واولويات واحتياجات النساء والرجال معا، ومشاركتهم في صياغة الاهداف واعداد الخطط. الخطة الاستراتيجية للوزارة اتحطت وفق الاطار الحاكم بتاعنا، كان الاستراتيجيات الوطنية المصرية تمكين المرأة 2030، حقوق الانسان، الاستراتيجيات الوطنية المصرية 2021 2026، استراتيجية السكان والتنمية 2023 2030 طبعا، وغيرها من الاستراتيجيات الوطنية، البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الدستور المصري 2014، برنامج عمل الحكومة، أهداف التنمية المستدامة طبعا اللي هم 17 هدف، الاستراتيجية الوطنية المحدثة للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030. ده الإطار الحاكم للخطة الاستراتيجية للتعليم في مصر. الخطة الاستراتيجية للتعليم 2024 2023، تفضل معالي الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بعرض وطرح هذه الخطة للحوار المجتمعي، وأعلن عن محاورها. والحوار المجتمعي ده تم في شهر أغسطس 2023، وبعد ما تم وضع الخطة الاستراتيجية، والخطة الاستراتيجية أثناء وضعها أو قبل وضعها على مدار سنتين تم تحليل قطاع التعليم في مصر
ورصدت تم عمل تقرير بتحليل الوضع الراهن. بعد تحليل الوضع الراهن ده تم وضع هذه الخطة الاستراتيجية واللي اعلن عنها معالي الوزير، وكانت فيها المحاور الثلاثه: المساحه الشامله والعادله في التعليم، الجوده والتميز في التعليم وفقا للمعايير العالميه، الاستدامه والتعلم مدى الحياه. الحقيقه الشريحه اللي معروضه امام حضراتكم دي بتوضح اسس التغيير في الخطه الاستراتيجيه للتربيه والتعليم. المحور الاول احنا قلنا 3 محاور: المساحه الشامله والعادله في التعليم، دي هي على راس الامبريلا بتاعتي. وفي محورين: الجوده والتميز في التعليم وفقا للمعايير التنافسيه العالميه، والمحور الثالث: الاستدامه والتعلم مدى الحياه. ينبسط تحتيهم الاولويات الاربعه. ايه الاولويات الاربعه؟ هم 5 اولويات، لان الاولويه الخامسه ما بنعتبرش انها اولويه منفصله عن الاربعه، لانها داخله في جميع هذه الاولويات الاربعه اللي هي اولويه التحول الرقمي والابتكار. لكن انا عندي 4 اولويات رئيسيه، هي الوصول والمشاركه، ودي تبع تحت المحور الثاني. الاولويه الثانيه الانصاف والشمول، تحت المحور الثاني اللي هو الجوده والتميز في التعليم وفقا للمعايير التنافسيه. المحور الاولويه الثالثه جوده التعليم والتدريب، الحوكمه والاداره. ولو خدتوا بالكم في سهمين: التعليم للمجتمع، واللي هو التعليم للمجتمع ببتدي بالغايات المدخلات الوسائل، والمجتمع للتعليم ببتدي بالغايات والمدخلات والوسائل. الخطه الاستراتيجيه للتعليم من ضمن الاولويات طبعا. استنيت دكتوره رشا الشريحه الاخرى. دكتوره رشا، تابع الاولويات. انا عندي في الخطه زي ما قلنا ان هم 4 اولويات رئيسيه، في اولويات لوحدها خاصه بالطفل والمراه وذوي الاعاقه. الطفل طبعا، تطوير المناهج من مرحله رياض وحتى الصف السادس الابتدائي، وتطوير طريقه التقويم، دي اهم حاجات اتعملت. انا درست بس اهم الحاجات اللي بنحط عليها تحتها خط. المراه اتاحت تخصصات في التعليم الفني تناسب الفتيات، اتاحت فصول تعليم فتيات وفصول تعليم مجتمعي في المناطق النائيه والبدويه والمهمشه. ويمكن احنا طبعا عارفين ان هذه المناطق فقط تعاني نتيجه الاعراف ونتيجه العادات القبليه في هذه المناطق، عدم استثمار البنات لتعليمها. ان هم عندهم نظريه ان البنت ما تتعلمش لما توصل لسن معين وتقعد في البيت. فدي في برامج في الخطه الاستراتيجيه او الخطه التنفيذيه ليها خاصه بالمرحله دي، وهنتعرف عليها وهنتطرق اليها اثناء العرض. وطبعا ذوي الاعاقه كان ليهم برضه برامجهم. عملنا ربط سريع بين المحاور والاولويات الخطه الاستراتيجيه للتعليم وبرنامج عمل الحكومه. احنا برضه هعرفكم ايه هو برنامج عمل الحكومه في الشريحه الاخرى، وخطه التنميه المستدامه الامميه طبعا 2030. اهداف التنميه المستدامه 2030 اللي هو الهدف الرابع تعليم جيد، الهدف الخامس المساواه بين الجنسين، الحد من اوجه عدم المساواه. احنا وطبعا بقيه الاهداف الامميه موجوده في هذه الشريحه. البرامج الفرعيه لبرنامج عمل الحكومه دي بعض البرامج طبعا المذكوره اللي احنا الوزاره بتشتغل عليها: اتاحه التعليم للجميع دون تمييز، في تطوير التعليم الفني، التوسع في التعليم الفني التطبيقي، الأولويات. أدي الأولويات الخمسة اللي أنا كنت بتكلم مع حضراتكم عليها: الوصول والمشاركة، الإنصاف والشمول، جودة التعليم والتدريس، الحوكمة والإدارة، التحول الرقمي. المحاور هي الثلاثة اللي إحنا عندنا. البرامج الرئيسية في برنامج عمل الحكومة تأكيد الهوية العلمية، ترسيخ الهوية، المهارات البشرية، الأمن المائي،
وطبعا دي الاهداف الاستراتيجيه لبرنامج عمل الحكومه. الهدف الاول بناء الانسان. احنا برضو في الشريحه الثانيه هنتعرف اكتر على الاهداف الاستراتيجيه لبرنامج عمل الحكومه. هي الشريحه دي بتربط ما بين الاهداف الاستراتيجيه لبرنامج عمل الحكومه. استاذن حضرتك يا دكتوره رشا، احنا كده جرينا خالص. ايوه هو ده، دي الشريحه الثانيه للاهداف الاستراتيجيه والبرامج الرئيسيه والبرنامج الفرعيه للعمل الحكومي. اهداف الاستراتيجيه لمصر في مجال التعليم 5 اهداف. الهدف الاول حمايه الامن القومي وسياسه مصر الخارجيه، بناء المواطن المصري. الهدف الثالث التنميه الاقتصاديه ورفع كفاءه الاداء الحكومي. الهدف الرابع النهوض بمستويات التشغيل. الهدف الخامس تحسين مستوى معيشه الشعب المصري. فدول 5 اهداف استراتيجيه. عندي برامج رئيسيه طبعا 25 برنامج رئيسي، البرامج الفرعيه 163 برنامج فرعي. يخص التربيه والتعليم من هذه البرامج، الشريحه اللي بعد كده يا دكتوره بعد اذنك، 22 برنامج فرعي. دول بالنسبة فرعي بالنسبة للحكومة، لكن رئيسي بالنسبة لوزارة التربية والتعليم. والخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم تغطي العمل في ال 22 برنامج فرعي دول من 163 برنامج. زي ما انتم شايفين، البرنامج الفرعي الاول اتاحة التعليم للجميع دون تمييز النظامي او الغير نظامي، تطوير التعليم الفني، تطوير التعليم الفني التطبيقي ومدارس التكنولوجيا التطبيقية طبعا، تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي سواء هنتعرف عليها برضو مع الدكتورة أميرة إن شاء الله، مكافحة وعلاج الإدمان وتعاطي المخدرات، تفعيل أصول الدولة غير المستغلة وتوفير المواد اللازمة، نشر ثقافة العلوم والابتكار، تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، تعزيز البحث العلمي. إحنا الحقيقة مصر اهتمت جدا بالفئات المستجيبة للنوع الاجتماعي، طفل ومرأة وذوي إعاقة. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر إنها تعمل دليل لخطة التنمية المستدامة، وأنا حريصة إن أنا أعرف حضراتكم عليه لأن هو متاح على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، ممكن إن الناس تطلع عليه وتشوفه وتشوف. أنا طبعا اخترت منه حاجتين مهمين اللي يخصونا للمرأة النهاردة والنوع الاجتماعي، وحبيت إن أنا أحطهم لكم. الدليل ده، معلش الشريحة الثانية يا دكتورة، ادي يمكن بشكل تفصيلي اكتر على مراعاة البعد الفئات الاجتماعية في برنامج عمل الحكومة اللي هو المرأة. الفئة المستهدفة هنا عندي المرأة، في انا شغالة معاها في هدف استراتيجي نهوض مستويات التدريب وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري. وادي البرامج الرئيسية اللي انا حطيتها لها قاعدة في المكتب، سواء جبت على القهوة، قهوة على الفيسبوك ولا دكتورة مشيرة؟ أنت على النمط الصامت، ما عم نسمعك. دكتورة مشيرة is muted. أنا أسفة. حضرتك طب سامعني؟ نعم، تفضلي. دي البرامج الرئيسية اللي أنا بشتغل عليها في المرأة، اللي تم تضمين البرامج دي في الخطة الاستراتيجية للتعليم والخطة التنفيذية. وفي البرامج الفرعية، يعني مثلا في تنمية المهارات البشرية بعمل البرنامج الفرعي بتاعي الإعداد وتدريب المرأة للالتحاق بسوق العمل. التدخلات هنا تفعيل مشروعات ومبادرات الأسر المنتجة من خلال مركز إعداد الأسر المنتجة، تفعيل دور الجمعيات وتنمية المجتمع المحلي في تدريب المرأة المعيلة ودعمها اقتصاديا. ده نموذج، ده في الدليل ده الحقيقة نماذج إزاي وإحنا بنحط الخطة يبقى عنينا على هذه البرامج والتدخلات اللي مطلوبة مني، على أساس إن أنا أعمل لها برامج وأنشطة في الخطة بمؤشرات الأداء هنتعرف عليها في الشريحة الأخرى، اللي تؤدي إلى تنفيذ الأثر ده. مثلا إحنا أنا بعرض على سبيل المثال ضبط مثلا عدم التمييز النوعي. هنا هنقول تفعيل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة.
هي معلش هي الدكتوره رشا نقلت على الشريحه الاخرى. طيب الشريحه الاخرى اللي هي هذه الشريحه اللي امام حضراتكم، ادي الجهه. دكتورة مشيرة معلش احنا عايزين نركز على تعليم الفتيات عشان بس الوقت. ادي تعليم الفتيات، دي ده مصفوفه التخطيط المستجيب للنوع في قطاع التعليم، التدخلات والاجراءات والانشطه المقترحه لتلبيه احتياجات الفئات الاجتماعيه. عاملين برامج توعيه في المناطق الريفيه باهميه استكمال تعليم الفتيات، ودي مؤشرات الاداء ذات الصله بالموضوع. التوسع في انشاء مدارس صديقه للفتيات، اضافه تخصصات تناسب احتياجات وطموحات الفتيات، التعليم الفني، حملات توعيه لاهالي في القرى والنجوع باضرار الزواج المبكر لتغيير المفاهيم المجتمعيه، تطبيق سلوك المؤسسات التعليميه، توفير بيئه تعليميه امنه المرأة والفتاة خالية من كل أشكال العنف ضد المرأة والتمييز، تطوير المناهج التعليمية لمراعاة تضمينها مبادئ تكافؤ الفرص ومنع التميز بما يحقق المساواة بين الجنسين، عقد لقاءات توعية في المدارس والجامعات بقضايا المرأة وحمايتها من العنف. والحقيقة مؤشرات الأداء اللي محطوطة: نسب تسرب الفتيات من المراحل التعليمية، نسب التحاق الفتيات بمراحل التعليم المختلفة، نسب مدارس التعليم الفني التي يتواجد فيها تخصصات تناسب الفتيات. كل دي مؤشرات اداء ونسب التحاق الفتيات بالتعليم الفني وهكذا. انا بس مش عشان ضيق الوقت، فدي مؤشرات الاداء اللي احنا حاطينها. وادعو للاستاذه الدكتوره اميره فوزي لاستكمال عرض البرزنتيشن الخاص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صوت واضح؟ ايوه واضح تمام يا واضح دكتور. واضح نعم تمام. انا بشكر زميلتي العزيزه الدكتوره مشيره على العرض الرائع. انا عايزه اقول ان انا دايما بستمتع ان بسمع منها الامور المرتبطه بالتخطيط الاستراتيجي، لانها يعني بفضل الله حسابها على خير، دايما عندها ايمان راسخ جدا بالمبدا. ويعني اشكرها على العرض المتميز، وده شيء ان شاء الله دايما مستمر مع الدكتوره مشيره. خليني ابدا من اول ما زميلتي خلصت، اللي هو الجزء الخاص بجهود الدوله المصريه في العمل على التعليم او دعم التعليم المستجيب للنوع. في شريحه قدام حضراتكم على الشاشه بتوضح ان النظام التعليمي في مصر ده من اكبر الانظمه التعليميه في المينا ريجن، والمينا ريجن هي الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الدول اللي هي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بيطلق عليها اسم المينا ريجن. الاعداد باينه قدام حضراتكم، عندنا اكثر من 25 مليون طالب في مصر، 60 الف مدرسه، تقريبا مليون مدرس. الشريحه اللي عرضتها زميلتي دكتور مشيره كانت بتوضح ان في أولويات في الخطة، من أهمها هي تطوير المناهج في رياض الأطفال حتى الصف السادس، وبتشمل كمان طرق التقويم وإتاحة فصول في للفتيات بتناسب تخصصاتهم المختلفة سواء في التعليم العام أو التعليم الفني. وأخيرا كانت تطوير مناهج التربية الخاصة. فخليه دي الشريحة دي هي المنطلق لكل الشرائح اللي هتتعرض حول جهود وزارة التعليم المصرية في دعم التعليم المستجيب للنوع. نيكست بليز يا دكتور رشا. تم ده مخطط، يعتبر مخطط بسيط جدا لجهود وزاره التعليم في دعم مستوى بين الجنسين. على الناحيه الجنين كانت الدعم من خلال التعليم، وكان يقصد بيها او مقصود بيها هي اصلاح المناهج، وده هتكلم عليه بمزيد من التوسع في الشرائح اللي جايه باعتباره مجال التخصص عندي. وهيتم فيه ثلاث مراحل هقولها بمزيد من التفصيل. وكان في كمان تطوير مناهج التربيه الخاصه للطلاب بصفه عامه وللطلاب من الفتيات ذوي الاحتياجات الخاصه. على الناحيه الشمال كان في الدعم في التعليم، وده من خلال توفير دعم نفسيين في الوزاره او الميدان، اقصد بيها المديريات والادارات التعليميه المختلفه، بتوجيه التدريب ليهم وتوفير فرص متكافئه بين الفئات المختلفه عند التعيين وعند التوزيع في المديريات والادارات التعليميه المختلفه. نيكست بليز يا دكتور. اول حاجه كانت التدريبات الموجهه لاصحاب المصلحه، وتم عدد كبير من التدريبات في وزاره التربيه والتعليم للفئات الموجوده قدام حضراتكم. لو اخذنا
معاهم بالترتيب مشرفين المشرفين الموجهين في وزاره التربيه والتعليم، اقصد في ديوان الوزاره نفسها، في الادارات المتعلقه بمجال دعم التعليم المستجيب للنوع، في تدريبات تمت للمعلمين والطلاب على الفهم الصحيح للتعليم المستجيب للنوع وكيفيه تنفيذه في الواقع. تم ايضا عمل تدريبات للاخصائيين الاجتماعيين وللاخصائيين النفسيين ولاعضاء وحده تكافؤ الفرص بمكتب او بديوان عام الوزاره. ده بالنسبه للتوجيهات اللي تمت للناس المهتمين او المختصين بنشر ثقافه الوعي او الوعي بالتعليم المستجيب للنوع. بالنسبه للمناهج، انا اعتقد انه يمكن حضراتكم وصل لكم معلومه عن اصلاح المناهج في مصر او اصلاح مشروع اصلاح المناهج في مصر اللي اسمه 2.0، ومن ضمن مشروعات كبيره جدا في مشروع اصلاح التعليم في مصر هو اسمه كريكولم ريفورم اللي هو اصلاح المناهج. اصلاح المناهج زي ما الشريحه باينه قدام حضراتكم كان بيتم، اسمحوا لي اقولها بشكل مبسط لان الموضوع سوفيستيكيتد جدا وليه تفاصيل كبيره جدا، بس خليني اقول ببساطه ان اصلاح المناهج قائم على دمج مجموعه من الايشوز او القضايا والتحديات اللي موجوده بيواجهها الطلاب في الفتره الحاليه ومتوقع ان هم يواجهوها في الفتره اللي جايه، ومن اهمها التمييز ضد المراه. وبالتالي كان تم التوصل لمجموعه من القضايا عددها 5 قبل الزياده، زي ما قلت لحضراتكم من اهمها كانت التمييز ضد المراه وضد ذوي الاحتياجات الخاصه وضد التمييز الديني او التمييز تبع العرق او اللون. وتحت هذه القضيه الكبيره جدا تم عمل مجموعه من التعديلات داخل المناهج المصريه. هذه المناهج بدات من مرحله رياضه الاطفال المستوى الاول، واحنا دلوقتي في الصف الثالث الابتدائي، ومن المتوقع انها يتم استمرارها في المرحله الاعداديه. وبالتالي تم ايه بقى؟ ده الشيء اللي احنا محتاجين نركز عليه في السيشن الحاليه فيما يخص التعليم المستجيب للنوع. تم مراعاه 4 من البوينتس او النقاط الاساسيه. اول حاجه هي تجنب الستيريوتايبنج، او اللي هو احنا خلاص ده يعني دي صوره نمطيه عن المراه. على سبيل المثال الصور والرسومات وتصميم الموقف التعليمي نفسه والتقييم نفسه بيتم فيه مراعاه تجنب الاستيريوتايبنج او الصور النمطيه. وفي مثال هعرضه كمان شريحتين، ارجو ان حضراتكم هتاخدوا بالكم منه وهشرحه لكم مزيد من التوضيح. ايضا على المستوى الثاني تم مراعاه انه المحتوى للكتب او المواد التعليميه، احنا بنسميها مواد تعليميه مش كتب بس، لانها في مواد تعليميه في ايد الطالب وفي مواد تعليميه انتراكتيف يعني تفاعليه، تم مراعاه ان هذا المحتوى يكون فيه شخصيات من الجنسين. ممكن على سبيل المثال ابدا مره بالمراه ثم وراها الرجل او العكس صحيح. وطبعا لو الوقت كان يسمح كنا عرضنا نماذج بشكل كتير، انا اختار بس نموذج واحد واعرضه. على مستوى ثالث كان يتم مراعاه التكافؤ بين الجنسين في استخدام طرق تدريس بتراعي التعاون بين الجنسين والبعد عن النمطية، وبتراعي إنها تكون فيها تعلم، فيها تعلم ناشط، فيها إن كل من الموجودين في البيئة التعليمية بيعمل بشكل متعاون لتحسين أو لتحصيل أفضل أو لإدراك أفضل تحصيل للمناهج اللي بيتم عرضها. على المستوى الرابع كان بيتم حاجة كانت حدثت شكل أو ردود أفعال جميله جدا سواء على مستوى الطلاب او المدرسين او المتابعين للعمليه التعليميه في مصر، كانت تحدي النمطيه فيما يخص التعليم المستجيب للنوع. على سبيل المثال كان دايما بيتم عرض الشخصيات بدون اي فكر معين بيوجه الموضوع، فممكن لو عملنا حصر مثلا الشخصيات اللي بيتم عرضها في الكتب الدراسيه نلاقي انه في 40 مثلا شخصيه ذكوريه ومقابلها شخصيتين او يعني عدد قليل جدا من الشخصيات النسائيه، ولكن كان هناك وعي كبير جدا في عرض الشخصيات وخصوصا الشخصيات الناجحه من الجنسين في كافه المجالات سواء الرياضه او الفنون او العلوم المختلفه.
وده حصل في كل المواد الدراسية من أول اللغة الإنجليزية للغة العربية للرياضيات للعلوم وغيرها من المواد الدراسية. فعلى سبيل المثال ممكن أذكر في منهج اللغة العربية شخصية ناجحة مثل شخصية مريم الأسترالابي، وهي شخصية من الشخصيات اللي كان فيها استناد في عمل البوصلة في العصور القديمة، وفي شخصيات من أبطال في الرياضة وخصوصا من ذوي الهمم زي شخصية البطلة الأولمبية في رياضة التايكوندو اللي هي البطلة هداية ملاك، وهي شخصية صحيحة جسمانيا. ولكن مش معنى ذلك أن كان بيتم عرض أو التركيز على الشخصيات النسائية فقط، ولكن كان هناك عرض متوازن للشخصيات النسائية والشخصيات الذكورية، وكان هناك اهتمام موجه ايضا الى الشخصيات من ذوي الاحتياجات الخاصه. ده على مستوى المناهج. طيب انا في نموذج هنعرضه، اشكرك دكتور رشا، اللي هو في دمج المفاهيم المتعلقه بالجندر او تعلم النوع في المناهج، تمت على عده مراحل. انا عارفه ان الشكل يبدو ان هو يكون معقد، ولكنه يعني ان شاء الله يكون واصل لحضراتكم. كانت في المرحلة الأولى كان عندنا مناهج اسمها مناهج متعددة التخصصات، يعني ما كانش في منهج مثلا علوم أو دراسات منفصل، ولكن كان في كتاب اسمه كتاب اكتشف، كان من المرحلة من كيش لحد ثالثة ابتدائي، وكان في الكتاب مقسم لمجموعة من المحاور، ولذلك كان بيتم دمج القضايا المستهدفة اللي منها طريقة التمييز ضد المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، كانت بتتم في المحاور متعددة التخصصات في الكتاب اللي ذكرته لحضراتكم اسمه كتاب اكتشف. في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة من الصفوف من الرابع حتى السادس، كان بيتم دمج القضايا المستهدفة في المواد الدراسية، لأن بدأت تظهر المواد الدراسية، بدأت تظهر الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية كانت موجودة لكن بدأت مواد زي الدراسات الاجتماعية والعلوم والمهارات المهنية وغيرها. فكان بيتم دمج القضايا اللي اتكلمت سيادتكم عنه في المناهج المختلفة. كمان كان في مشروع بيجمع بين المناهج المختلفة. دكتورة أميرة أستأذنك، فاضل لك 5 دقايق، فيعني اوكي، أنا هي طبعا فاضل بس ان احنا الحوار شيق جدا وممتع جدا، والتساؤلات يعني في الشات كتيرة جدا، فواضح إنه يعني ده مجال اهتمام لكثير من الحاضرين، ولكن عشان بس ندي فرصة لدولة السودان للعرض التجربة بتاعتها، فلو أكيد حضرتك بس أكيد إيه طبعا. نسرع حاضر عشان تمام. ونركز، وبعدين انا هطلب من حضرتك اذن الوزاره في ان احنا ننشر هذا البرزنتيشن على صفحه مصر الخاصه بمركز كيكس اذا كان ده متاح، بس بعد ما ناخد موافقه الوزاره الاول يعني ان شاء الله، إن شاء الله بس ميرسي يبقى يا متاح دكتورة. لكل الناس الفول فيرجن يعني النسخه كامله. اتفضلي أكيد حضرتك. أكيد يسعدنا يا فندم. أستأذنك بس تعرضي الصورة اللي هي فيها الصورة من كتاب مدرسي عشان بس يكون في ريفليكشن في العرض اللي أنا عرضته، إنه صور الأطفال قدام حضراتكم ذكور وإناث، ومنهم من مثلا ذوي الاحتياجات الخاصة برضو. لو عديناهم هنلاقي العدد متساوي ما بين الشخصيات وغيرهم طبعا من النماذج. استاذنك يا دكتور اشرف، بس عايزه ادي فكره للزملاء عن الورشه اللي حضرت في السنغال. افتكر ان كان دكتور مشيره ادت سيادتك فكره عنها، ان دي السلايد اللي هي اللي بعدها، اللي هي بتقول ان ورشه العمل دي تم دعوتنا من مصر، الاستاذه الدكتوره مشيره وانا كان ليا حظ في السفر هناك. المنظمين ليها احنا مش اعضاء في المؤسسه اللي هي الانجاي، ولكن لجهود مصر الكبيره اللي عرضتها زميلتي الدكتوره مشيره، تم دعوه مصر باعتبارها من الدول الرائده في مجال الجندر اديوكيشن او الجندر ريسبونسبل اديوكيشن. والهدف منها، الهدف من الورشه دي كان زياده الوعي للمشاركين بالعوائق التي تواجه النوع الاجتماعي في قطاع التعليم، ورفع وعينا بأهمية مراعاة النوع الاجتماعي، وعرض الجهود المبذولة من الدولة المصرية في ممثلة في وزارة التربية والتعليم في دمج النوع الاجتماعي في قطاع التعليم. كان حاضر وفود من عدد من الدول، من 8 دول، كلها أفريقية، نيجيريا، بوركينا فاسو، مالي، ليبيريا وغيرهم. الدول دي كان من أهم الأشياء هو توضيح الفروقات بين الايكواليتي والايكويتي والواقع اللي احنا فيه، وازاي نوصل لمرحله الترانسفورميشن او انتقال من مرحله الواقع الغير منصف للتعليم المستجيب النوع الى مرحله الايكواليتي ثم مرحله الايكويتي وما اعلى من هاتين المرحلتين.
اهم صوره استاذنك يا دكتور رشا تجيبيها، اللي هي صوره القبل الاخيره اللي هي بتوضح انه اللي هي القلب، اللي هي القبل الاخيره خالص قبل العالم مصر. قبلها لسه في بعدها اللي هي صوره القلب والعقل ايوه دي، اشكرك. انه من اهم الاشياء اللي احنا قدرنا نتحصل عليها هناك هو انه الوعي القوي بالقضيه بيؤدي الى نتائج متميزه على مستوى التنفيذ، ويتم هذا الوعي من خلال 3 حاجات: على مستوى التفكير اللي هو فهم افضل للنوع الاجتماعي ودوره في تخطيط قطاع التعليم واثر عدم الالتزام بالتعليم المستجيب للنوع على كل مستويات الحياه. على مستوى القلب لازم يكون هناك ثقه في قدرتنا على تحقيق هذا التعليم المستجيب للنوع، لانه حق للسيدات والاناث في كل العالم. يكون في التزام من الاطراف بالتنفيذ في حدود طبعا قدراتهم والتزاماتهم. يكون في تواصل ما بين الاطراف المشاركه على مستوى الوزارات داخل الدوله وعلى مستوى الدول المختلفه. يكون هناك فضول لاعرف السياسات الجديده والتجديدات او البراكتسز الممارسات القويه اللي بتؤدي لنتائج على مستوى الميدان. على مستوى التنفيذ وهو بيطلق عليه مستوى الهاندز فيت ليفل، اكون قادر التعرف على المهارات والسلوكيات والاجراءات ان انا اقدر من خلالها اطبق واطور منظور النوع الاجتماعي في سياسه التعليم والتخطيط. نرجو ان احنا نكون وصلنا لحضراتكم صوره على قدر الامكان واضحه عن وجود مصر في التعليم المستجيب للنوع. اشكرك دكتور رشا على اليور ديديكيشن، وبشكر كل الزملاء اللي مع حضرتك في الترجمه او الفريق كله، الفريق المعاون. بشكر زميلتي الدكتوره مشيره على دايما الجهود الرائعه اللي بتعملها، واشكر الزملاء المستمعين، وارجو ان احنا نكون وصلنا لكم صوره واضحه. وبالتوفيق ان شاء الله في كل جهودكم في كل الدول اللي موجوده معانا. ميرسي جدا. جزيل الشكر للدكتورة مشيرة عبد الرؤوف والدكتورة أميرة الحقيقة يعني فوزي على هذا العرض المفصل اللي بيتمتع بالرؤية القومية والوطنية ثم التفاصيل السياسات والإجراءات والتنفيذ حتى وصلنا إلى المناهج والممارسات داخل الفصول. والحقيقة التعليقات والتساؤلات في الشات تظهر مدى اهتمام المشاركين بالموضوع ومدى إعجابهم بتجربة مصر في هذا المجال. ويعني أنا أستأذنكم نأجل التساؤلات الإجابة على التساؤلات بعد ما نعرض تجربة السودان علشان وقت حضراتكم. فأنا يعني بدعو دكتور أيمن، دكتور أيمن لو تتكرم تعرف نفسك وتبدأ العرض الخاص بالسودان. تفضل دكتور أيمن. أنا أشكر حضرتك. أنت حتى you share the document. I'll share the screen. I'll share the screen. طيب. السلام عليكم كلكم. أنا أبدأ كلامي بتحية خاصة للدكتورة مشيرة وعبد الرؤوف ودكتورة أميرة فوزي على عرضهم السابق الشيق جدا، يعني اكستند كل التحية لهم والاحترام. أنا اسمي أيمن بدري، أنا بشتغل في منظمة اليونسكو مكتب الخرطوم في السودان. أنا مسؤول عن قطاع التربية، دي سنتي التاسعة أنا أعمل في هذا الموقع. نحن كيونسكو ايضا حاليا الكوردينيتنج ايجنسي بالنسبه لللوكال ايدوكيشن جروب او مجموعه التعليم في السودان، ونحن برضو جي بي اي بارتنر. ويمكن دي انا اول مشاركه لي في كيكس، انا سعيد جدا بها. تحيه لك يا استاذه رشا، وتحيه ايضا لجميع المشاركين. نيكست بليز. يعني من الكونتكست اللي نحن فيه استمتعنا به مع زميلاتنا من جمهورية مصر العربية الشقيقة، بنلقى انه الوضع في السودان شوية صعب مقارنة بالأوضاع في جمهورية مصر العربية. ويمكن الخرطة اللي قدامكم بتوضح
مدى التأثر الحدث بالنسبة للناس في السودان. على شمال الخرطة عن السودان وتحول الناس للدول المجاورة، وأنا من هنا كسوداني برضو بسجل صوت شكري خاص لكل الدول اللي أوت السودانيين، وعلى رأسهم جمهورية مصر العربية. أنا حاليا متواجد فيها، هي بتأوي مجموعة ضخمة من السودانيين قبل الحرب في أبريل من الحرب السابقة، وحاليا أيضا بتأوي العديد من السودانيين أيضا اللي تراءوا إنهم يجدوا أمن وأمان في جمهورية مصر العربية، وكذلك في تشاد وجنوب السودان وأثيوبيا وأريتريا. فشكرا لهذه الدول وسعة صدرها ومواطنينها في استقبال الناس، ومن ضمنهم أنا وأسرتي. أنا بس حبيت أخذ مين فوكال أريز إحنا كيونسكو بنشتغل عليهم في السودان، وأنا علمت بالأحمر الجزء بتاع التدريب المهني والتعليم الفني والتقني على مستوياته المختلفة، إذا كان على مستوى التدريب المهني أو التعليم الفني. وده بيرتبط بك يا دكتورة في المناهج، إحنا بنسعى لأننا نوجد علاقات نقدر ننقل التجارب الضخمة المصرية للسودان. أيضا بنلقى بالأحمر برضو جزء متعلق بالتلاميذ ذوي الإعاقة، وأنا بشيد بالمجهود الكبير اللي أنتم بتقوموا به. في السودان برضو كان في مجهودات قبل الحرب، وفي حوجة ماسة حاليا أيضا نتيجة لتأثير الحرب. Next please. نلقى إنه في السلايد الموجودة هنا، أنا متأسف يعني الريبورتس بالإنجليزي لزملائنا باللغة العربية. نلقى على الشمال في الخرطة الوضع أصلا ما كان وضع يعني مشابه لدول المينا، ولا مشابه لمعظم الدول اللي حوالين السودان حتى، وده كان قبل الحرب. أنا بس حاشير للفيجر بتاع حوالي 7 مليون طفل خارج المدرسة أساسا، كانوا المشكلة في السودان أصلا كبيرة قبل الحرب. وبنلقى على يمين السلايد الإمباكت بتاع الحرب عليها وأثر الحرب عليها، وبنلقى إنه على سبيل المثال في حاليا يمكن الأعداد تغيرت وبتتغير مع الزمن تصاعديا باستمرار، في حوالي قريبة 3000 مدرسة متخذة كمراكز إيواء للنازحين داخليا في السودان، وده عنده أثر كبير جدا على التعليم. Next please. أنا بشير برضو للسلايد دي، أنا بجيبتها من UNHCR الأولى والثانية أيضا من تقارير أوشا، يمكن الناس لو شافت الريبورتس حقت أوشا بتلقى more up to date. التعليم قبل الحرب كان متأثر، ويمكن الإضراب بتاع المعلمين كان مدته تقريبا 3 شهور، اترفع فقط يوم الخميس والحرب قامت يوم السبت. فلكم أن تتخيل إنه حتى قبل الحرب كان في 3 شهور من إضراب المعلمين سابق لها، مما يعني إنه العام السابق كان أيضا عام متأثر، وكذلك العام المضى بتاع الحرب، وحاليا نحن بنخسر في عامنا الثالث، ومن هنا المأساة بتاعة التعليم في السودان. رغم ذلك بنلقى إنه في الخرطة اللي عندنا دي في بعض الولايات يا إما إنه أعلنت عن إعادة فتح المدارس، أو إما إنه في جزء كبير من المدارس فيها اشتغل، لكن ما تزال العديد من الولايات بما فيهم ولاية الخرطوم اللي هي فيها الأكثرية السكانية أيضا متأثرة. Next please. وما زالت المدارس فيها مغلقة تماما لعام الثاني بكل أسف. زملائنا في الـ Humanitarian Cluster، وفي السودان في الـ Humanitarian Cluster وفي الـ Local Education Group. في الـ Humanitarian Cluster يمكن الأرقام الموجودة قدامكم دي، وأنا مشهور أنتو هيصلكم البرزنتيشن، ممكن تلوك ليها بصورة أعمق، ويمكن ده
مأخوذ من منظمة اليونيسيف. Next please. السلايد اللي بعدها لو تكرمت هذيك. ايوه شكرا. عندنا حسب اللوكال education جروب حاليا ماذا يمكن ان نفعل وما هي الاولويات اللي الناس ممكن تحددها، وكيف ان الناس تقدر تعمل في ظل الظروف بتاعت الحرب الحاليه الموجوده في السودان. وطبعا الموضوع ده حدث في عديد من الدول قبل السودان قبل كده، ويمكن زملائنا في اليمن او في سوريا او حتى على المستوى العالمي في ميانمار او بعض في افغانستان ايضا مرت الحروب وادت لانه يحصل ديستربنس في العمليه التعليميه، وبالتالي التخطيط يا دكتوره مشيره ما بيصبح بالصوره اللي كان موجوده، ولازم الناس تحصر اكثر الاولويه، وبيحصل دائما تطوير لحاجه اسمها الخطه الانتقاليه للتعليم في اطار العمل في ظل التعليم في اطار الازمات. ومن هنا انطلق العمل لانه الناس تعمل على اعداد خطه ل 24 26، والخطه دي تطويرها بيمر بمراحل، يعني يمكن انا ما حركز عليهم لانها هي يمكن تعرضوا لها الزميلات قبلي من جمهوريه مصر الشقيقه، لكن هنا في خصوصيه لدى السودان لانه بتعتبر بالنسبه للمانحين نتيجه للاحداث الحاصله القياده للدوله للموضوع بتكون صعبه في بعض المناطق وهكذا، فبيضطر انه الناس يعملوا خطه انتقاليه لفتره بتاعت الحرب، واذا ربنا سهل والحرب انتهت يبقى الناس بيعملوا على تطوير خطه استراتيجيه. فالخطه برضه بتقوم على نفس الفكره بتاعت انه يكون في توافق واتفاق للناس حول اولويات محدده، ويمكن دي الجزء اللي انا حركز عليه، وقبلها طبعا بيسبق التحليل، ومنها بننطلق لاستراتيجيك بروجرامينج برضه، لكن دائما متطلبات للحاجه دي بتكون محدوده ما بتكون بنفس الصوره اللي احنا كنا بنعملها في التخطيط العادي. في تركيز هنا على الكونسلتيشنز مثلا، على التشاور مع الناس حول الاولويات، لازم يكون في اشراك غير للدوله والوزاره بتاعت التربيه والتعليم، يكون في ايضا اشراك للمعلمين وكذلك للطلاب واولياء الامور اللي بيتحملوا في السودان من نفقات التعليم العام نسبه اعلى من الدوله في مصاريفات التعليم. حتى بعد ذاك الناس يقدروا ينطلقوا للجزء المتعلق بالاستراتيجيك بروجرامينج، ويقدروا يطوروا نكست سلايد، ويقدروا يعملوا عليها يعني يمكن السلايد اللي بعدها لانه دي زي غطيناها، يقدروا يعملوا على ضوءها تكاليف. ودي هنا ايضا في حاله الحرب الناس بتخد سيناريوز، والسيناريوز دي لازم تكون بتضع في بال انه لو الحرب استمر، لو الوضع الراهن استمر كما هو، او لو الحرب زادت الوضع سوءا، او لو الوضع يتحسن زي ما انت كنت مؤمله يا استاذه في انه يكون الوضع افضل ان شاء الله، وده كلنا بنطمح له ونامل فيه، ولكن لازم يكون في التخطيط في ظل الازمات يكون في موجود السيناريوهات المختلفه، لانه الاحداث ما بيد شخص. ودائما الموضوع ده بيكون بالتشاور والتنسيق مع اللوكال education جروب اللي هي بتمثل كل البارتنرز والدونرز، وبتمثل ايضا منظمات المجتمع المدني، وزي ما انا ذكرتها طبعا برضو في leadership وconsultation مع الجهات المسؤوله عن التعليم في المنطقه الموجوده، ويبقى بالتالي في على ضوءها يعني قبول وتقبل بالنسبه لها من الناس. فبدينا بالتشاور، ويمكن دي بالنسبه للمعالي وزير التربيه والتعليم لغايه فبراير كان بالنسبه له دي الاولويات اللي هو بيعتقد انها مهمه، حل موضوع الاساتذه وكيفيه معالجه موضوع المدارس
الحاليا آوية النازحين، ومدى توفر الداتا عن حول كيفية إعادة تأهيله في حال إنه خرج منها الـ IDPs دائرة الموجودين فيها حاليا. الإشي المهم أيضا الامتحانات الشهادة الثانوية دي السنة الثالثة، تكون الامتحانات مفروض تكون منعقدة في حوالي الآن، تكون ما في امتحانات شهادة ثانوية وكيفية معالجة هذا الأمر، ومؤكد كيفية تعامل الأساتذة في التعليم في ظل وجود الحرب والنازحين. ده برضو كان موجود في السودان لمناطق محددة، لكن حاليا الموضوع بقى بيشمل أكثر، وفي مناطق لا يمكن الوصول إليها أيضا، فلازم الناس تحاول تفعل شنو الأدوات الموجودة وسائل التعليم البديلة اللي بترتبط دائما ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار. Next please. فيما يتعلق بالتشاور ما بين اللوكال education جروب، توافقوا الناس على 4 أولويات، اللي هو انه كيف يكون في سيف وكونتينيوتي وانكلوجن برضه وكويتبل اكسس للاديوكيشن، وانا يمكن حافصل على كل واحد منهم. والاولويه الثانيه مرتبطه بكيف انه يكون في جوده وريليفنس للتعليم او للتدريس وللتعلم، ويمكن ده من الاشياء اللي بنلقى انها موجوده في ظل الاستراتيجيات المرتبطه بالتعلم اثناء الحروب او اثناء الازمات بصوره عامه. والجزء الرابع، الجزء الثالث مرتبط بكيفيه تطوير السيستم في الوقت الحالي واشراك منظمات المجتمع المدني والمجتمع المدني في اداره شؤون العمليه التعليميه، لانه في حاله عجزت السلطات المحليه عن عمل كده، كيف ممكن نبني قدرات المجتمع المدني فانه يكون عنده اثر ايضا وعمل على استمراريه العمليه التعليميه. والجزء المهم والاخير من الرابع الاولويه، اللي هي المساله بتاعت الريسورس موبيلايزيشن، ويمكن السودان حاليا وتكونوا شفتوا في السلايد اللي انا قلتها وريتها بتاعت الهيومانيتيريان، انه في برسنتج بسيطه من المطلوب للعمليه التعليميه، فده بيتطلب ايضا مننا نحن كلنا في السودان انه نعمل، ومع شركائنا ايضا في الجي بي اي والمنظمات الدوليه الموجوده واخرين، فإنه نقدر نحاول نستقطب الدعم ونقدر نحاول نضع موضوع التعليم بحيث إنه يصبح من ضمن الأولويات اللي بتناقشها المستويات المختلفة أو الجهات المختلفة اللي بتعمل على أو الموجودة حاليا كأطراف للنزاع الحاصل. Next please. في الأولوية، لكل أولوية حاولنا إنه يكون في أهداف محددة، وانا كوشس اباوت التايم، ما هحاول اجيف عليها، لكن سوري معلش بس اقدر اعلق على الصوره في السلايد دي. لما نقول تعليم ما بالضروره في السودان يكون على مستوى المدرسه، اذا كان ده ما ممكن، دي الصوره بتظهر واحد من مراكز التعلم المجتمعي في المناطق الريفيه، اليونسكو عندها فيه 22 مركز حاليا، هي بتوفر وسائل بديله. حاليا في مجهودات وتعاون مع جمهورية مصر العربية ومركز سيرس الليان في كيفية إنه تعميم هذا النوع وبناء قدرات في نظم التعلم البديل. السلايد اللي بعدها بتوضح برضو الأهداف، أول الأهداف المرتبطة بكل أولوية، ويمكن الموضوع بتاع الإعاقة وكيفية تأهيل الناس والموضوع المتعلق بالتيفيت أو متعلق بالتعليم الفني هو بيظهر عندنا هنا، وده مهم جدا. السلايد اللي بعده، كرمت يا دكتوره، انا برضو دي الاهداف الموجوده فيها. والرابعه الاوبورتيونيتيز، انه لاول مره كل الشركاء بيتعاونوا مع بعض وبيعملوا مع بعض على تطوير استراتيجيه من بوتوم اب، ولاول مره يحصل تشاور على مستوى الاساتذه، على مستوى الطلاب، على ما هي الاولويات بتاعتهم، والاسر ايضا كذلك. ايضا في تشارك في التخطيط في المعلومات، واحنا بنحاول حاليا اننا نضع كل المعلومات في اطار بوتقه واحده،
ويمكن في السلايد اللي بعدها لو تكرمتي يا أستاذة احنا بنتكلم فيه على التحديات المواجهانا، ويمكن ده انا بطرحه لكم برضه لكل الزملاء وعبركم برضه لكيكس، انه كيف نحن نستفيد من التجارب الدولية والدول المجاورة لنا. انا بحيي برضه تجارب الأردن في الإمس، فإننا نقدر نوحد او نجمع كل هذه المعلومات المتعلقة حتى بالخطة الجديدة، ونقدر نبني في المستقبل ون شوب يقدر اي زول فيه، اذا كان منظمات مجتمع مدني او دولة او جهات مساندة تقدر توجد فيه كل المعلومات. النقطة الثانية المهمة ايضا، ودي مرتبطة بالنولج ناس كيكس برضو، انا عبركم بثير النقطة دي، انه كيف نقدر نعمل الاكستراكشن للنولج. دي حتة مهمة جدا، نقدر نطلع هذه المعرفة من هذه المعلومات الكثيرة حتكون الموجودة اوريدي عن الوضع الراهن والتجربة بتاعت السودان في الحرب في السنة وزيادة اللي احنا ماشيين بها، لكن ايضا من خلال الاعوام 24 25 و26، ودي معلومات ممكن تسهم في مستقبل دول اخرى تمر لا قدر الله بنفس الظروف اللي احنا موجودين فيها. وكيف نقدر ندخل النولج في اطار الامرجنسي كونتكست؟ ده سؤال يعني بيحتاج لإجابة. إحنا في السودان يمكن تجاربنا كانت محدودة في ظل الحرب وكده، فنتمنى إنه لو في أي حاجة مرتبطة بزيدية نقدر الناس يتعاون معاهم. كيف نقدر نوسع الأنظمة الحالية، لأنه التركيز دائما على التعليم العام والناس بينسوا التعليم العالي وبينسوا التدريب المهني والتعليم التقني، وهم بيتكلموا عن التعليم أو حتى محو الأمية. فبالتالي كيف نحن نقدر نوسع المواعين الموجودة حاليا لاستقبال المعلومات المرتبطة بالتعليم العام لتشمل كذلك معها التعليم العالي، وكيف نقدر ندخل الليرنينج اوتكمز، لانه احنا بنوفر برامج في بالذات في الامرجنسي كونتكست، لكن ما بنتساءل حول مدى الامباكت على التعليم او مدى ما هو موجود او مدى الشيء المرتبط بالتعلم لدى الشخص المستهدف اذا كان طفل او اذا كان يوس او اذا كان زول كبير. انا اشكر حضرتكم معليش للاطاله، شكرا جزيلا لتحت هذه الفرصه، و باك تو يو. شكرا جزيلا دكتور أيمن على هذا العرض المفصل الخاص بدولة السودان، والحقيقة يعني يبعث على الكثير من الأمل في أنه في جهود وتكاتف لجميع الجهات في السودان للارتقاء بالتعليم وتوفير التعليم للأطفال خارج المدارس. أدعو زميلتي ياسمين أسامة بروجكت أوفيسر أنها تدير النقاش والتساؤلات الخاصة بجلسة اليوم. ياسمين بليز over to you. Thank you, Dr. Rasha. Thank you to all presenters. We got شكرا دكتور رشا، شكرا لجميع المتحدثين. عندنا بعض الأسئلة في صندوق الدردشة. سؤال من الأردن تشير إلى أن الأردن يطبق حاليا برنامج وأفسح المجال لعدد كبير من الأفراد الاندماج أو الدخول إلى نظام التعليم، هل هذا البرنامج موجود في مصر، نعم أم لا؟ دكتور مشيرة، دكتور أميرة، the floor is yours to answer. معلش دكتورة، دكتور مشيرة، دكتور أميرة، هل تم تكرار السؤال من فضلكم؟ I'll send it in the chat right now. سوف أرسل السؤال في صندوق الدردشة باللغة العربية الآن. Can you see it now in the chat? هل يمكن قراءة السؤال في صندوق الدردشة الآن؟ Yes. I see it. Yes. نعم أنا أرى السؤال. التعليم الدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وإحنا ما بنسموهمش هنا ذوي احتياجات خاصة، إحنا بنسميهم ذوي الهمم بكل كافة أنواع الإعاقات.
بس في قرار وزاري حاكم الموضوع ده بنسبة الإعاقة معينة اللي بيتم فيها مدارس الدمج، وليهم وبيدرسوا مع الأصحاء في بعض المدارس اللي بيخشوها. يا رب أكون عرفت أجاوب على السؤال. Thank you so much. We have another question. شكرا. سؤال آخر من السيدة رقية أخضر من بنغلاديش. السؤال هو للسيدة أميرة فوزي. كيف أن النظام المصري للمساواة الجندرية قد نظرت في نظرية التغيير، يعني وذلك من أجل تحقيق استدامة التعليم؟ ممكن السؤال تاني معلش، لأن أنا الترجمة كانت بتقطع في أوقات معينة. Sure, I will send it right now in the chat. سأرسل السؤال في صندوق الدردشة باللغة العربية. في إضافة برضو على سؤال الدمج، كانت أجابت عنه زميلتي الدكتورة مشيرة، إنه المناهج المصرية اللي هي تبع الـ 2.0 اللي هو مشروع تطوير المناهج الجديد أو إصلاح المناهج الجديد، تم عمل بالتوازي في مناهج دامجة، بمعنى لو في منهج للغة العربية للولاد اللي هم المين ستريم إديوكيشن، فتم تطوير منهج موازي ليه بنفس المواصفات وبنفس نواتج التعلم على الولاد او الطلاب في مدارس الدمج او في مدارس التربيه الخاصه ومدارس الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصه. Okay. Thank you so much. We have another question. حسناً، شكراً جزيلاً. السؤال من زاهدة بتول من باكستان، تتعلق بإدخال محصلات التعليم في أدوات جمع البيانات، وما هي التحديات التي واجهتموها في هذا الإطار؟ السؤال للدكتور أيمن. هل تريدون أن أجيب الآن على السؤال؟ هل السؤال واضح؟ نعم. شكرا جزيلا على السؤال. أعتقد أن هناك عدد من الأسئلة التي تطرح. حاليا لدى اليونيسف نظام وهي مستعدة لتشاطره مع الجميع، وذلك لإدخال البيانات الحالية، والتركيز على البيانات يجري على أساس الأرقام فقط، وما من إدخال لمحصلات التعلم، وما من إدخال للطلاب أو الأساتذة أو المعلمين، ولا يدمجون أيضا أي تفاصيل حول المحصلات التعليمية لدى الطلاب. فإذا بالطبع السودان هي بلد كبير جدا، والتحدي يقضي بمعرفة ما إذا كان علينا أن نركز على توسيع الأنظمة الحالية لإدخال البيانات في التعليم التقني والتعليم العالي والتعليم من هم خارج المدارس. هل يجب أن يكون هناك مقاربات موزعة أو مركزية؟ ماذا عن ملكية هذا النوع من الأنظمة؟ وما هي المسائل المتعلقة بالخصوصية؟ إذن هناك الكثير من الآراء والدعم التقني الذي يمكن أن يصلنا. سبق أن كان لدينا تجربة وخبرة حول تطوير تقنية الماس، ونحن
في اليونسكو ومع وزارة التعليم كنا نقوم بعمليات تقييم ذاتية، وكان هناك 4 عمليات تقييم أخرى كانت تجري بموازاة جهودنا. وإذا نحن نفهم جيدا كل المحاولات السابقة إضافة إلى أنظمة اليونيسف الحالية القائمة، ونعتقد أنه سيكون من الجيد أن يكون هناك مشورة معطاة بالنظر إلى الوضع لمعرفة كيفية المضي قدما وأفضل السبل للمضي قدما. إذا هذا نوع من الأسئلة التي تطرح من بين غيرها ونحن نواجهها حاليا. على مستوى مجموعة البيانات الفرعية وكضباط ارتباط ونقاط ارتكاز للكيكس، وهذا جزء من خطة انتقالية تعليمية. وهنا أنا إذن أثير بعض المسائل التي أعتبر أنها هامة للغاية، و يمكننا أن نجد فرصا جيدة في كيكس لمعرفة كيف يمكننا أن نمضي قدما. وبحسب فهمي لكيكس، في الواقع كيكس يدعم تقنيا هذا النوع من الجهود والأنشطة، ويمكن أن يقدم هذا النوع من المشورة التقنية. شكرا، أمل أنني تمكنت من الإجابة على السؤال. شكرا جزيلا. دكتور رشا، هل ما زال لدينا الوقت للتطرق إلى سؤال إضافي واحد للسودان؟ دكتورة ياسمين، في سؤال أنا شايفاه في والحقيقة في الحقيقة يعني الـ الإجابات نموذجية، وأنا بس عايزة أتكلم على الدور بتاع كيكس، إنه إحنا كيكس اختصار للمعرفة والتبادل والابتكار. فالهيئة ندعم كل الجهود المرتبطة بإنتاج المعرفة من خلال الأنشطة المختلفة، التقارير اللي بتصدر من البحوث التطبيقية، والمبادرات التي تعبر عن الابتكار في الدول المختلفة، بالإضافة إلى التبادل كما هو الحال الآن بين الدول الأعضاء في الخبرات الإيجابية. والهيئة ورد كلمة الأمس اللي هو نظم المعلومات التعليمية في أكثر من مكان كأولوية للتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في إدارة التعليم في الدول المختلفة، وده من الأولويات التي يعني ظهرت في الدراسات الأخيرة. بشكر جدا المتحدثين على إسهاماتهم القيمة، وبشكر جدا التعليقات الإيجابية من الحاضرين زي دكتورة روكية ودكتورة سمارة والآخرين. والحقيقة أدعوكم أن تتذكروا الموعد القادم. متى الموعد القادم ياسمينة؟ الخاص بمقهى المعرفة القادم في يوليو، كام يوليو اليوم تحديدا إذا كان ممكن نتذكر؟ هو عادة بيكون تاني خميس On 11th of July. 11th of July، 11 من يوليو. أذكركم بأننا في انتظاركم من أجل جلسة أخرى نشرب فيها القهوة سويا ونستمع إلى الخبرات الغزيرة والقيمة الواقعية للدول الأعضاء. تحياتي وجزيل الشكر، وإلى اللقاء قريبا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. عليكم السلام. وشكرا جزيلا. شكرا دكتور أيمن، جزيل الشكر لحضرتك الدكتور تشرفنا مشيرة والدكتور حضرتك. أميرة على هذا العرض القيم. شكرا جزيلا. بس كان ليا آخر تعليق خالص، في اتفضلي سؤال في الشات دلوقتي فكنت حابة أرد عليه. اتفضلي. كان استراتيجي الوطني المصري للمساواة والإدماج بين الجنسين، نظرية التغيير لتوعية أولياء الأمور وإشراكهم في تحويل المعايير الاجتماعية المتعلقة بالنوع الاجتماعي. حقيقة السؤال ده سؤال شيق جدا، وأحب إن أنا أرد عليه. إن بعد ما تم وضع الخطة الاستراتيجية للتعليم وللوزارة 2024 2029، معالي الوزير طرح هذه الخطة الاستراتيجية للحوار المجتمعي. هذا الحوار المجتمعي اتطرح ليه؟
على اساس ان الحوار المجتمعي ده ضم فئات جميع افراد المجتمع المصري، سواء الوزارات والهيئات، ساده ممثلين عتبه، ساده ممثلين عن ونواب مجلس الشعب، ساده ممثلين عن اولياء الامور والطلبه نفسهم، حضروا هذا الحوار المجتمعي. وتم الحوار المجتمعي ده في اكثر من محافظه من محافظات جمهوريه مصر العربيه. تم مناقشه الخطه بمحاورها باولوياتها، وطرحت ليهم على اساس ان احنا نراعي الملاحظات والتوصيات. وتم على هامش الحوار المجتمعي ده عمل ورش عمل ليهم لكل فئه منهم. التوصيات اللي اتخذت من ورش العمل دي تم مراعاتها في عمل الانشطه والمشروعات للخطه التنفيذيه، للخطط التنفيذيه اللي هتتعمل للخطه الاستراتيجيه اللي هي مدتها الخمسيه الخمس سنين. الخطه الاستراتيجيه او الخطه التنفيذيه 2024 2025 راعت العمليه دي نتيجه طرح هذه الخطه للحوار المجتمعي. وشكرا جزيلا، ويا رب اكون عرفت اجاوب على السؤال ده. وشكرا شكرا جزيلا لك. جزيلا دكتورة مشيرة، شكرا جزيلا. وعلى فكرة التسجيل هيكون متاح على صفحة مقهى المعرفة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وإن شاء الله ندعوكم إن أنتم تشاهدوا التسجيل فيما بعد والتعرف على البرزنتيشن. ونطلب من الدكتورة مشيرة إن شاء الله موافقة الوزارة على نشر هذا البرزنتيشن على صفحة مصر في مشروع كيكس. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.